تصنف المجتمعات عادة حسب ثرواتها بأن هذه الدولة فقيرة وتلك غنية، ولكن الواقع الذي يعيشه أهالي ليبيا غير ما يعيشه أناس كثر، ففوق الذهب الأسود عيش أسود. فعلى الرغم من أن الدولة الليبية دولة غنية بالنفط وتصنف ثالث دول العالم المصدرة له، إلا أن الفقر وجد له جيوباً عديدة لكي يتمركز فيها هنا، ولكي تراه متفشياً ما بين هذه الأحياء. الفقر هو تدني في ليبيا، تدني حاد في مستوى المعيشة حتى في أبسط ضرورية الحياة. قد يعرف الفقر في دول أخرى وفي مجتمعات أخرى بشكل يختلف، حتى قياساً بدخل الدولة أو الناتج القومي للدولة. لكن نحن في ليبيا لما جينا نعرف الفقر في دولة نفطية، ثالث دولة تقريباً في إنتاج النفط، وكثير من الأسر، مش كثير يعني، عدد كبير جداً جداً، ما نقدرش نحدد النسبة، لكن نقول أكثر من نصف الشعب الليبي، أكثر من نصف الشعب الليبي يعانون حادة الفقر. وإن كان قلت لك تحديد الفقر أو مستوى الفقر هو نسبي، لكن لما نقيس أنا في ليبيا نقول هو يعني عدم توفر حتى الحد الأدنى من مستوى المعيشة اللائقة بالحياة الإنسانية. لم يقتصر الفقر في ليبيا على شريحة اجتماعية واحدة ولا فئة عمرية واحدة أو قرية جغرافية واحدة ولا حتى حي سكني واحد، بل دوى صوت شبحه الأسود ما بين صفوف هذه الشرائح المتعددة ليبعثر بذلك أبسط ما يتطلعون إليه من متطلبات الحياة التي يفتقرونها من طعام ومسكن وحتى رعاية صحية. الفقر منتشر بين كل الفئات الاجتماعية اللي تتمتع بمستوى حياة مرفهة، والله حياة يعني نقول في مستوى المطلوب، هي فئة قليلة جدا، لكن في كل المدن، في كل المناطق الجغرافية وكل الفئات العمرية، خاصة ما احنا نتكلمش عن الأطفال، لأن الأطفال يعني بما تعني الأسرة بعدين، مرتبط بالأسرة والشباب. تفتقد